أيوة كفى وصلاة وسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فما زلنا مع كتاب حسن الخلق صفحة 165، كتاب آفات اللسان. قال المصنف رحمه الله: آفاته كثيرة متنوعة، ولها في القلب حلاوة، ولها بواعث من الطبع، ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت. فلنذكر أولا فضيلة الصمت ثم نتبعه بذكر الآفات مفصلة إن شاء الله تعالى. آفات اللسان النجاة منها الصمت، أن يصمت الإنسان إلا عما كان فيه فائدة تنفعه في الدنيا أو في الآخرة عند الله عز وجل. قال رحمه الله: اعلم أن الصمت يجمع الهمة ويفرغ الفكر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. الذي يضمن ما بين لحييه يعني ما بين فكيه وما بين رجليه كناية عن الفرج، يضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. وفي الأثر: من صمت نجا. الذي يصمت عما ليس فيه فائدة له لا في دينه ولا في دنياه ينجو من العقاب ومن المحاسبة على هذا الكلام. يروى أن الإمام أحمد رحمه الله وهو في مرض موته كان يئن، فقيل له إن طاووس قال أن الأنين يكتب، فما سمع له أنين حتى مات رحمه الله. فالإنسان يعني نسأل الله أن يعيننا على ذلك، على أن نصمت عما ليس فيه فائدة تقربنا من الله سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وهذا الحديث في إسناده كلام. وفي حديث معاذ في آخره: كف عليك هذا، يعني لسانك. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني احنا سنحاسب عن كل ما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني هي سبب دخول كثير من الناس إلى نار جهنم والعياذ بالله، حصائد الألسن من الكذب والغيبة والنميمة والخوض في أعراض المسلمين والخوض في حرمات الناس واحتقار المسلمين والسخرية والاستهزاء وغير ذلك من آفات اللسان التي سيذكرها الشيخ إن شاء الله. وقال ابن مسعود: ما شيء أحوج إلى طول سجن من لساني. وقال أبو الدرداء: أنصف أذنيك من فيك، فإنما جعلت لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم به. يعني إنسان لي أذنان، له أذنان وله لسان واحد، مفروض يسمع أكثر مما يتكلم. وقال مخلد ابن الحسين: ما تكلمت منذ 50 سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها. وفي الأثر: وإياك ومما يعتذر منه. الكلام اللي أنت هتقوله ده هتعتذر منه بعد كده، فلا داعي أن تتكلم به. إن كان كلاما حقا سيقربك من الله فتوكل على الله وتكلم، لكن إن أحوجك هذا الكلام إلى الاعتذار بعد ذلك فاسترح منه ولا تنطق به. قال رحمه الله: ذكر آفات الكلام. الآفة الأولى: الكلام فيما لا يعني. إنسان يتكلم في كل شيء، في السياسة، في الأخبار، في الاقتصاد، في كل شيء يعنيه أو لا يعنيه. بيقول: واعلم أن من عرف قدر زمانه وأنه رأس ماله لم ينفقه إلا في فائده. اللي عارف قيمة الوقت وقيمة الزمان وأن الزمان ده رأس مال الإنسان لن ينفق هذا الوقت إلا في فائدة. وهذه المعرفة
يعني أن رأس مالك هو عمرك توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني، لأنه من ترك ذكر الله تعالى واشتغل فيما لا يعني كان كمن قدر على أخذ جوهرة فأخذ عوضها مدرة. إنسان قادر إن هو ياخد جوهرة، ساب الجوهرة وأخذ شيء حقير من على الأرض لا قيمة له، وهذا خسران العمر. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقيل للقمان الحكيم: ما بلغ من حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيته ولا أتكلم بما لا يعنيني. يقولوا له: أنت إزاي وصلت للحكمة وكلامك كده عليه نور وبهاء؟ قال: لا أسأل عما كفيته ولا أتكلم بما لا يعنيني. وقد روي أنه دخل على داود عليه السلام وهو يسرد درعا فجعل يتعجب مما رأى، تعجب لقمان مما رأى في يد نبي الله داود عليه السلام، فأراد أن يسأله عن ذلك، فمنعته حكمته فأمسك. عاوز يسأل وحكمته تقول له إيه؟ اصمت. يسأل اصمت. فلما فرغ داود عليه السلام قام ولبس الدرع ثم قال: نعم الدرع للحرب. خلاص، يبقى لقمان عرف سيدنا داود كان بيعمل الدرع ليه، هو كان عاوز يسأله فصبر بعض الوقت فعرف من غير أن يسأل. فقال لقمان: الصمت حكم وقليل فاعله. هو لو كان صبر بس شوية صغيرين كان هيعرف، وهذا ما فعله لقمان. الآفة الثانية: الخوض في الباطل والكلام في المعاصي كذكر مجالس الخمر ومقامات الفساق. إنسان يخوض في الباطل ويخوض في المعاصي وفيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، واعلم أن أنت يطالع زايد في الإيمان ينازل في الإيمان، ما فيش واقف في النص، يتتكلم في الحق يتتكلم في الباطل. هو ملك بيكتب الحسنات وملك بيكتب السيئات، ما فيش حد بيكتب حاجة في النص. فأي كلمة هتتكلمها شوف بقى، هتتكلم في الحسنات اتكلم، هتكتب في السيئات أمسك عنها وقف، لعل الله عز وجل أن يبيض صحيفتك يوم القيامة. بيقول رحمه الله: وأنواع الباطل كثيرة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة الواحدة تخليه يزل في النار والعياذ بالله أبعد مما بين المشرق والمغرب. هذا يجعلنا لا نحتقر لا من المعروف شيئا ولا من الذنوب شيئا. وقريب من ذلك الجدال والمراء. الجدال والمراء وهو كثرة الملاحاة، كثرة الملاحاة مناقشة والمجاذبة والأخذ والرد بغير فائدة، وكثرة الملاحاة للشخص لبيان غلطه وإفحامه والباعث على ذلك الترفع. نقعد نتناقش ونتجادل ونتمارى ونتلاحى عشان أبين لك أن أنت جاهل وأنا اللي عارف، أن أنت ما تعرفش حاجة وأنا الحق معي. وانظر إلى الإمام الشافعي رحمه الله وهو يقول: ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على لسان. انظر إلى أخلاق العلماء، المهم أن الحق يظهر على لساني أو على لسانك، المهم أن يظهر الحق ونتبعه ويرضى الله عنا سبحانه وتعالى. فالملاحاة لكي تبين أن الشخص اللي قدامك ده غلطان وجاهل وما يعرفش حاجة، هذا من الباطل الذي ينبغي عليك أن تكف لسانك عنه. فينبغي للإنسان أن ينكر المنكر من القول ويبين الصواب، فإن قبل منه وإلا ترك المماراة، هذا إذا كان الأمر متعلقا بالدين. يعني أنت شفت خطأ في الدين بين الحق وانصح بلطف وبضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو بقى استجاب أو لم يستجيب دي مش قصتك، أنت انصح وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس عليك شيء بعد ذلك. ده الكلام ده في الدين. لكن يقول: أما إذا كان في أمور الدنيا فلا وجه للمجادلة فيه، يعني لا داعي للمجادلة فيه. وعلاج هذه الآفة بكسر الكبر الباعث على إظهار الفضل. الكبر، إنسان عنده كبر يخليه عاوز يصغر اللي قدامه قدام الناس ويخليه طالع من القعدة أو من الجلسة
غلطان وان هو ما يعرفش حاجة وان هو جاهل، هو ده الكبر. لو الانسان كسر نفسه وتواضع لله عز وجل سيكف لسانه عما لا يعنيه وعن الخوض في هذا الباطل وعن المراء وعن المجادلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم بيت في رمض الجنة، في ربض الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وعلاج هذه الآفة بكسر الكبر الباعث على إظهار الفضل، وأعظم من المراء الخصومة، فإنها أمر زائد على المراء. إن هي بقى إيه؟ الأمر يتقلب لعداوة، وإن أنت تشيل مني وأنا أشيل منك، ويبقى في حقد وضغينة في النفوس جراء هذه المماراة وهذه الملاحاة وهذا الجدال. يبقى إحنا بادئين قدام الناس إن إحنا بادئين بنتناقش في أمر لله حتى يظهر الحق. انقلب هذا الأمر إلى عداوة وخصومة أورثت حقدا في القلوب وغلا في الصدور. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وهذه الخصومة نعني بها الخصومة بالباطل أو بغير علم. فأما من له حق فالأولى أن يصدف عن الخصومة مهما أمكن، لأنها توغر الصدر وتهيج الغضب وتورث الحقد وتخرج إلى تناول العرض. يبقى احنا بنتكلم في أمر ديني، ما استجبتش ابدا اتكلم بقى في عرضك وان انت انسان جاهل وان انت اصلا تربيتك كده، معروف ان انت ما بتتقبلش الكلام من حد، وان انت اصلا معروف ان انت معاند من صغرك، ونبدا نتكلم في اعراض وامور خارجه عن ماهيه هذه المناقشه وعن ماهيه هذا المراء. يبقى اول افه ان يتكلم الانسان فيما لا يعنيه. الافه الثانيه الخوض في الباطل والمراء والمجادله. الافه الثالثه التقعر في الكلام، وذلك يكون بالتشدق وتكلف السجع. إنسان يتقعر في الكلام ويتشدق في الكلام، عاوز يبين للناس إن هو ما شاء الله فصيح من الفصحاء. إذا كان الكلام ده في التقعر بالعربية، ما مالك بقى اللي بيتكلموا بالإنجليزي أو بأي لغة تانية غير العربي عشان يبين لك إن هو فاهم وحاجة عليها. هذا إن هو الإنسان يتكلم بغير العربية لغير ضرورة عده العلماء من علامات النفاق. من علامات النفاق أن يتكلم الإنسان بغير العربية لغير ضرورة، تلاقي كلامه داخل فيه كلام غير عربي لغير ضرورة ومن غير حاجة. وأن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة مساويكم أخلاقا، الثرثارون، المتشدقون، المتفيهقون. هذا حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. متفيهق برضو زي المتشدق، اللي هو المتوسع في الكلام، الذي يتنطع في كلامه، الذي يعني يتقعر في الكلام ويتشدق فيه ولا يدخل. طيب الآفة الرابعة الفحش والسب والبذاء. الفحش الكلام الخبيث والشتائم والسباب ونحو ذلك، فإنه مذموم منهي عنه، ومصدره الخبث واللؤم. خبث في القلب جعل اللسان ينطق بهذا البذاء وهذا الفحش وهذا السب. يروى أن عيسى عليه السلام رأى خنزيرا، مر عليه خنزير، فقال له عيسى: مر بسلام. لا شتمه ولا سب ولا أي حاجة، قال له مر بسلام. يروى أن أحد السلف رحمهم الله كان جالس في بيته وابنه جالس أمام البيت، فمر كلب فقال له: اخسأ كلب ابن كلب. فنهاه أبوه، فبيقول له ابنه بيقول له: يا أبتي، أوليس كلب ابن كلب؟ أنا ما غلطتش، هو كلب وأبوه كلب. قال له: يا بني لا تعود لسانك على القبيح، حتى لو بتشتم ما تعودش لسانك على الشتايم، ولا تعود لسانك على السب، ولا تعود لسانك على الفحش. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، ولنا فيه خير أسوة وخير قدوة صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الحديث: إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. الحديث اللي هو الجنة حرام على كل فاحش، هذا حديث ضعيف. وفي حديث آخر: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. شوف بقى، هل أنت فيك هذه الخصال؟ دي صفات المؤمن، أنه ليس بطعان
ما بيطعنش في خلق الله ولا باللعان، دايما لسانه فيه لعن، ولا الفاحش ولا البذيء. واعلم أن الفحش والبذاء والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، أمور مستقبحة إنسان يعبر عنها بالتفصيل والعبارات الصريحة، ما فيش حياء ولا فيه كناية، مع أن القرآن علمنا الكناية في مثل هذه الأمور. وأكثر ما يكون ذلك في ألفاظ الجماع وما يتعلق به، فإن أهل الخير يتحاشون عن تلك العبارات ويكنون عنها. استخدم الكناية والتعريض قدر المستطاع. ومن الآفات الغناء، وقد سبق فيه كلام في غير هذا الموضع وسيفصل في موضع آخر إن شاء الله. الآفة الخامسة المزاح، إنسان يمزح، كثرة المزاح. أما اليسير منه فلا ينهى عنه إذا كان صدقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، فإنه قال لرجل يا ذا الأذنين، النبي صلى الله عليه وسلم يمزح مع رجل فيقول له يا ذا الأذنين، وكلنا لنا أذنين، إيه الموضوع يعني؟ وقال لآخر إنا حاملوك على ولد الناقة، بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام سأحملك على ولد الناقة، فقال له صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل يا رسول الله تحملني على ولد الناقة؟ فقال له الرسول هل تولد الإبل إلا النق؟ ما هو الناقة ديت ولد في يوم من الأيام. وقال للعجوز إنه لا يدخل الجنة عجوز، فبكت العجوز، ما مش هتدخل الجنة كده. ثم قرأ إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا، يعني مش هتدخل الجنة وهي في هذا السن، ستدخل في سن الشباب. وقال لأخرى زوجك الذي في عينيه بياض، هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للمرأة زوجك في عينه بياض، احنا بنسمع قول الله عز وجل وبيضت عيناه من الحزن، يعني بدان في عينه بياض يعني ايه؟ اعمى ما بيشوفش. فالمرأة ذهبت الى البيت قعدت تبص في عين زوجها، فبقول لها انت بتعمل ايه؟ فقالت له النبي عليه الصلاة والسلام قال في عين زوجك الذي في عينيه بياض، فقال نعم في عيني بياض وسواد، اي انسان في عينه بياض وسواد. فالمرأة حملتها على العمى، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن في عين كل إنسان بياض، وهذا من مزاحه صلى الله عليه وسلم وكرم خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. فقد اتفق في مزاحه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء، أحدها كونه حقا، ما بينكتش على خلق الله ويقول نكت فكذب، لأن هذه سيحاسب عليها أمام الله عز وجل. والثاني كونه مع النساء والصبيان ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال، إن كون المزاح مقتصر على المزاح مع النساء والصبيان ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال، هذه تحتاج إلى استقراء من السنة حتى نتبين. وفيه حديث ظاهره يدل على خلاف ذلك، قال أبو هريرة يا رسول الله إنك تداعبنا، دائما بتمزح معنا وتداعبنا، قال نعم ولكني لا أقول إلا حقا. هذا حديث صحيح رواه الإمام الترمذي في الشمائل وصححه الألباني رحمه الله. والثالث كونه نادرا فلا ينبغي أن يحتج به من يريد الدوام عليه، فإن حكم النادر ليس كحكم الدائم، ولو أن إنسانا دار مع الحبشة ليلا ونهارا ينظر إلى لعبهم، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لعائشة وأذن لها أن تنظر إلى الحبشة لكان غالضا لندور ذلك. فالإفراط في المزاح والمداومة عليه منهي عنه، لأنه يسقط الوقار ويوجب الضغائن والأحقاد، لأن في المزاح ممكن تحرج إنسان بالمزاح ده، أو تجي موقف مضحك على إنسان من الناس فهذا يورث ضغنا وحقدا في قلب ذلك الإنسان. وأما اليسير كما تقدم من نحو نوع مزاح النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيه انبساطا وطيب نفس. وفي فرق بين المزاح والتبسم الدائم، جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه، ما رآه الرسول إلا تبسم في وجهه صلوات ربي وسلامه عليه. الآفة السادسة من آفات اللسان، وهذه الآفات من أخطر الآفات
السخرية والاستهزاء. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. لا تسخر من أخيك المسلم ولا تستهزئ به ولا تلمزه. قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. فالهماز الذي يعيب الناس بأفعاله، يحتقر بنظره أو يشير بيده، نوع احتقار أو استهزاء بأخيك المسلم. واللماز الذي يعيب المسلمين ويطعن فيهم ويسخر منهم بلسانه، كذا ذكر بعض أهل العلم. يبقى من الآفات اللسان السخرية والاستهزاء. ومعنى السخرية الاحتقار والاستهانة. الإنسان يحتقر، يحتقر بعينه بيده بلسانه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم قني شر بصري، اللهم قني شر لساني، اللهم قني شر سمعي، اللهم قني شر قلبي، اللهم قني شر مني، اللهم قني شر بصري، فلا أنظر إلى الحرام ولا أحتقر أحدا ببصري ولا أزدري أحدا، اللهم قني شر سمعي فلا أسمع إلى الحرام ولا إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى، اللهم قني شر لساني فلا أتكلم بأي كلام فيه إغضاب لله سبحانه وتعالى، اللهم قني شر قلبي فتعافيني من أمراض القلوب وآفاتها، اللهم قني شر مني فتحفظ فرجي من الحرام ومما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وقد يكون يعني الاستهزاء في الفعل بالمحاكاة في الفعل والقول. إنسان معروف إن هو ليه حركة معينة، فالإنسان ده عاوز يستهزئ بيه، يوم يقلده يحاكيه، هذا من السخرية والاستهزاء التي يعاقب الله عز وجل عنها. وروي أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية أنها قصيرة. فقال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. كلمة دي لو نزلت في ماء البحر تعكر ماء البحر كله، عشان قالت حسبك من صفية أنها قصيرة. والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه. انصح أخوك لو لعيب انصحه ونبهه، بس مش تفضحه قدام الخلق، مش تيجي تنصحه قدام الملأ كلهم وتقول له على فكرة أنت بتعمل كذا كذا وده غلط، دي مش نصيحة، دي فضيحة. وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء، وكله ممنوع منه في الشرع، في الشرع ورد النهي عنه في الكتاب والسنة. الآفة السابعة من آفات اللسان إفشاء السر. الإنسان يفشي سر من أسر إليه. واحد أفشلك سر، قال لك سر وقال لك الكلام ده بيني وبينك، هو لسه ما خرجش الكون الكلام ده كله منشور بين الناس، وهذا من صفات المنافقين والعياذ بالله. وحذيفة بن اليمان كان أمين وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسماء المنافقين. سأله عمر بن الخطاب: يا حذيفة، أسماني لك رسول الله؟ قال: نعم، ولا أزكي بعدك أحدا. خلاص ما عدتش أقول لحد، لأن ده سر من أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أزكان أسماني لك رسول الله في المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. خلاص أنت مش من المنافقين وما عدتش أقول لحد بعد كده، لأن هذا سر رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام بعث أنس بن مالك رضي الله عنه يوما في حاجته، فقبلته أمه وقالت: إلى أين تذهب؟ قال: في حاجة لرسول الله. قالت: ما هي؟ قال: لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو النبي لم يأذن لي أن أخبر فلن أخبر. وكما قال صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانات. المجالس بالأمانات، قعدنا قعدة وفي جلسة قلنا كلام، الكلام ده كله أمانة، ما ينفعش تخرج الكلام إلا بإذن الذين كانوا في هذه الجلسة. فمن آفات اللسان إفشاء السر وإخلاف الوعد، وهذا من صفات المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق الثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، ومنها إذا عاهد غدر.
والكذب في القول واليمين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إنسان دايما الكذب على لسانه يكتب عند الله كذابا، معروف بهذه الصفة عند الله عز وجل. فيا لخسارة هذا العبد، ويا لشؤم هذا العبد أن يكتب عند الله من الكذابين. وعندنا أثر صحيح عن سفيان بن عيينة رضي الله عنه ورحمه الله، رواه الإمام النسائي في جزء من إملاءاته رحمه الله، بإسناد صحيح إلى سفيان بن عيينة أنه قال كلاما معناه: أن من أعظم الذنوب الكذب، لذا لم يجعل الله للكذب كفارة. الكذب هذا من أخطر الذنوب، لذلك ليس له كفارة إلا التوبة، ملوش كفارة، والله أعلم هل يتقبل التوبة أم لا تتقبل. فهذا دليل على عظم الكذب والعياذ بالله. والحديث أن الكذب من صفات المنافقين، آيات المنافق 3: إذا حدث كذب. فينبغي لنا أن نتجنب الكذب، وقل الحق ولو على رقبتك. قل الحق، أنت بتكذب لأجل أن ترضي بشر وتسخط الله، هذا لا يليق بالمؤمنين ولا يليق بالإخوة ولا يليق بأي مسلم يعرف قدر ربه سبحانه وتعالى. أن أنت بتكذب لكي ترضي مخلوقا وتسخط الخالق سبحانه وتعالى، هذا لا يليق بنا كمسلمين وكموحدين، وكما نعرف بالملتزمين أن نوقر الله سبحانه وتعالى ونسخط الخلق. فإنه من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. قلوب العباد بيد الله، قلب من ترائي، كما كان يقول بعض العلماء، قلب من ترائي بيد من عصيت، وقلب من تكذب عليه بيد الله سبحانه وتعالى. ممكن يشوف رؤية أن أنت بتكذب عليه، ويبقى أنت خسرت هذا الرجل وخسرت رضا الله سبحانه وتعالى. فقل الحق ولو على رقبتك. والكذب في القول واليمين، كذب في اليمين هي شهادة الزور، اليمين الغموس. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس، ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. فالكذب في القول واليمين من أعظم آفات اللسان، وكل ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته. هنا وتقف، ممكن إنسان يكذب على زوجته لأن دي من الضرورات. وفي الحرب، إنسان يكذب في الحرب لأن الحرب خدعة، فإن ذلك يباح. وزود أنت بقى: والإصلاح بين المتخاصمين، إنسان يصلح بين المتخاصمين. هننزل في آخر الصفحة. قال رحمه الله: وتباح المعاريض، يعني يقولها أنت أكتر واحدة بحبها في الدنيا هو أصلا مش كريه، مش طيئة، مش يبقى حياته كلها كذب بقى، يعني هو يكذب في وتباح المعاريض لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. هذا الحديث بهذا الرفع في إسناده كلام، لكنه صح موقوفا عن عمران بن حصين ومعناه صحيح. المعاريض هنفهم دلوقتي يعني إيه. وإنما تصلح المعاريض عند الحاجة إليها، فأما مع غير الحاجة فمكروهة لأنها تشبه الكذب. الإمام أحمد، الإمام الموروزي رحمه الله، كان عليه دين لواحد. هذا الرجل ذهب إليه ليأخذ ما عنده من المال، فأول ما شافه جاي هرب وراح عند الإمام أحمد الموروزي. دخل قال له: فلان فلان جاي ورايا وهياخدني للحاكم للقاضي، فخبين. قال له: ادخل استخب. دخل الرجل قال لي: الإمام أحمد، الموروزي هنا؟ فقال الإمام أحمد: الموروزي هنا؟ ماذا يفعل الموروزي هنا؟ يعني هو بيقول الراجل بيسأل: هو عندك في البيت؟ والإمام أحمد أجاب على أنه هو في يده. فهذا من المعاريض وهذا جائز. في قصة طريفة وفي إسنادها كلام، لكنها قصة طريفة. بيقول: فمن المعاريض ما روينا عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه أصاب جارية له،
هي ملك يمين تحلله. فعلمت امرأته فأخذت شفرة ثم أتت فوافقته قد قام عنها. خدت سكينة لما عرفت ان هو مع ملك اليمين وهي حلال له، أخذت السكينة وراحت له عشان ايه؟ هنعرف دلوقتي تعمل ايه. ثم أتت فوافقته قد قام عنها، خلص ايه حاجته. فقالت أفعلتها؟ قال ما فعلت شيئا. قالت لتقرأن القرآن أو لأبعجنك بها، هبج بطنك بالسكين. فبتقول له ليه تقرأ القرآن؟ لأنه لو كان جنب مش هيقدر يقرأ القرآن، فهي عاوزة تعرف بقى. شوف وكلته إلى إيمانه، هي دي المرأة المسلمة وهو ده الزوج المسلم، وكلته إلى إيمان، عارف أنه هو مش هيقرأ القرآن وهو جنب. فبتقول له لتقرأن القرآن أو لأبعجنك بها، ومسكله السكين. فقال رضي الله عنه، ودي فراسة جميلة جدا نتعلمها يعني، قال وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالكافرين المضاجع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع. هي ظنت أن ده قرآن وهو مش قرآن، لأنه كان شاعر. انظر المرأة المؤمنة ماذا قالت؟ فقالت آمنت بالله وكذبت بصري. شفت التسليم. يروى في الحديث الصحيح عن عيسى بن مريم رضي الله عنه وارضاه عليه السلام أنه رأى رجلا يسرق، فقال له أسرقت؟ بتسرق؟ قال لا والذي لا إله إلا هو. فقال صدقت الله وكذبت نفسي. هو ده التسليم، هو ده تعظيم اليمين وتعظيم اسم الله سبحانه وتعالى. فهو قالت له اقرأ قرآن، أم قرأ ده على أساس أنه هو قرآن وهي ما تعرفش؟ والجهل ساعات بيبقى مفيد. فقرأ الشعر ده فقالت آمنت بالله وكذبت بصري. وكان النخعي إذا طلب قال للجارية قولي لهم اطلبوه في المسجد. يجي الطلب عشان يحدثهم يقول لها قولي له دور عليهم في المسجد. هو مش لقوه في المسجد، بس ايه، هذا من المعاريض المباح. تنبيه، المعاريض لا يصح فيها الحلف. اول ما تحلف في المعاريض تنقلب كذبا مباشرة، انت بتعرض لحاجة بغير حلفان. اذا حلفت ينقلب كذب. ليه؟ لان الحلف على نية المستمع، على نية من يستحلفه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.